صارنا سنة كاملة تقريبا نشتغل على هذا الموضوع بينما اتفقنا ويا الشركة وجبنا الوكالات. الوكالات أساس تركز على الشعر والبشرة، عناية بالشعر وعناية بالبشرة. حاليا الشامبو، الكونديشنر، الماسكات تبع الشعر، تبع تجاعيد البشرة، الرينكلز، مالينكلز، هاي الأشياء كلها متوفرة عندنا. تعالج البشرة، تعالج علامات الشيخوخة، تعالج الترهلات، التقصف الشعر، تساعد نمو الشعر، تقوي بوصلة الشعر. هذا التركيز الأساسي. مكونات اللي هي الهيرونيك أسيد، هذا مكون أساسي اللي هو يسموه ماء الخلود، هذا مكون أساسي بكل المنتجات الموجودة عندنا اللي هو يحافظ على نظارة البشرة ويرجعها بشرة شابة. من الأشياء المهمة اللي نوعا ما بوقتنا الحالي بتهم كل من الذكور والإناث، منها طبعا الهيلورونيك أسيد أو السيرم المتعارف عنه، الكريم الليلي أو كريم النهار، الكريمات اللي بتحتوي على بعض أنواع الفيتامينات والكولاجين ونقدر نحكي المعادن اللي ممكن أنه يفقدها جسمنا مع تقدم العمر. فإحنا هون بنستخدم هاي البرودكتس لحتى نعزز من فقدان هاي المواد. وايت نايتس هم منتجات جديدة، بس صراحة حسب البروتوكول اللي قرأنا عنهم وحسب المكونات والأشياء نقدر نحكي كمكونات طبية، هي كلها طبعا مواد كتير مفيدة، بتعزز وبتعمل على تعبئة مثلا ممكن نحكي العناصر أو الأشياء اللي تم فقدانها مع تقدم العمر. فصراحة إن شاء الله أنه بتكون تجربة حلوة، بيكون برودكت رائع. جاي أقدم فقرة بشان أعطي شوي عن البرودكت الموجود اللي هو مثلا في شامبويات اللي بتمنع من التساقط، اللي في شامبويات اللي هي بشان الصلع، اللي بشان الكرياتين كمان بتحافظ على الكرياتين وبتخليه متجدد وبتعطي له معان للكرياتين. اليوم حيكون عن تجميل الأسنان، طرق اللي احنا ممكن نستعملها عشان نعطي أفضل منظر وشكل ولون للأسنان، زي ما هو جزء لا يتجزأ من عنايتك بالبشرة، استخدامك الوايت نايتس، المنتجات تاعتها، نقدر نحكي انه هذا بيجي مكمل كامل اللي هي محافظتك على الاسنان من خلال قشور التركيب مثل القشور الخزفية، مثل التركيبات، الفينيرز الى اخره. two products. واحد منهم هو ماسك زبدة الشيا. طبعا هذا الماسك المين انجريدينت فيه زبدة الشيا، وهو ماسك تقيل من اكتر الماسكات اللي ممكن تعمل ترطيب عميق للبشرة هو هذا الماسك. طبعا زبدة الشيا بالعادة احنا متعودين نسمعها بمنتجات العناية بالجسم، بس انك تسمعيها ببرودكت للعناية بالشعر هو اشي جديد، فعشان هيك هذا الماسك ترطيبه كتير عميق. وفي كمان استخدمت سيرم من لاين اسمه هيرليس كرياتين. هذا السيرم من أحلى السيرام اللي ممكن يعطي شعرك كرياتين، يعطي شعرك لمعة، يقلل النفشة. فأنا شعري كيرلي وكل بنات شعرهم كيرلي، بحاجة لهيك برودكت إنه تخلي الكيرلز ديفاين أكتر، فيهم لمعة أكتر، ما فيهم هيشان كتير. بما إنه اختصاصي هو تجميل الوجه والأسنان، وطبعاً إحنا هلأ بنحكي عن الوجه، فكتير مهم إني أعرف موضوع السكين كير والمنتجات الجديدة. وحسب ما شفنا بالوايت نايت والإنجريدينتس تبعتهم وإنه أغلبها بيعتمد على الهايدرونيك أسيد اللي هو الإشي الأساسي، سواء بنشتغل فيه بالسكين كير أو حتى بالحقن التجميلية وإبر النظارة، لأنه الهايدرونيك أسيد اللي هم مركزين عليه بالوايت نايت أكتر شيء ممكن يمد البشرة بالترطيب والجمال، وهو اللي بيخفف علامات التقدم بالسن، وهو اللي مسؤول عن الأنتي إيجينج. فأنا مبسوطة كتير أنهم مركزين على هذا المنتجات، على هذا المركب بالذات بكل منتجاتهم، لأنه هو الإشي الأساسي سواء للرجال أو للنساء.